شهدت محافظة الغربية افتتاح ثلاث مدارس جديدة في ثلاث كرة بمركز المحلة بمركزي المحلة الكبرى وبسيون بتكلفة 22 مليون جنيه وذلك في إطار استقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم تستمر الحكومه في سياسه التوسع في انشاء المدارس الجديده وتطوير وتوسعه المدارس الحاليه من اجل خفض الكثافه بالفصول وتحسين جوده التعليم بالمدارس وتوفير خدمه تعليميه عاليه تساهم في تخريج اجيال قادره على مواكبه سوق العمل والتطور العلمي